السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعي مؤسسة النظام الطاقي على اليوتيوب. أهلا بكم حلقة جديدة معكم سواح. حلقة مهمة هنتكلم فيها عن بعض التفاصيل اللي هتغير حياتك تماما 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 بعد سماعك الفيديو ده الحلقة دي. ما تنساش في البداية انك لو انت مش مشترك في القناة اشترك عشان يوصلك كل جديد اولا باول. كمان لو عجبتك القناة عجبتك الحلقة في الاخر اعمل شير وما تنساش اللايك والتعليق لو عندك اي تعليق على المحتوى. بالنسبة لحلقة النهاردة احنا كنا اتكلمنا او عملنا اكتر من جلسة عن الاستغفار العميق وبدأت ناس تنفذها وممكن تدخل على تعليقات الناس فتلاقي الناس اللي مرت بتجارب قوية جدا وساحرة بالاستغفار وده بفضل رب العالمين دخل اتعلق وتكتب ايه اللي حصل معاها. ورجعنا تاني عملنا من يومين او من كام يوم حلقة بنوضح ايه فكرة الاستغفار وليه هو ساحر كده وشرحنا على السبورة كده ايه اللي بيعمله الاستغفار. النهاردة بقى بنتكلم في حاجة تانية هو استغفار او التعايش بالاستغفار. التعايش بالاستغفار العميق انك تبقى عايش بيه فتضمن المال تضمن الذرية تضمن البركة تضمن الصحة تضمن المتعة تضمن كل خير في حياتك تضمن انك تسيطر على الكون بمفتاحه. كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان ربنا لما خلق الكون خلقه بقانون الوفرة جعل كل حاجة فيه وفرة المال الصحة الرزق البركة المتعة الفرحة السعادة كل حاجة وفرة وبرضو على نقيض الحزن التعاسة الفقر المرض كل الأشياء دي برضو بوفرة. وانت بمعتقدك وفكرك المرتكز في عقلك الباطن تقدر تحصل على الوفرة من ده او من ده بدليل النفس. مثلا انت تتنفس باي عدد انت عايز الاكسجين في الكون بوفرة كبيرة مش مثلا معمول له كل حد مننا كذا نفس وخلاص لا كل حاجة بوفرة. طيب ربنا ما خلق الكون خلقه مسخر لينا طائع لينا خلقه وخلاه مسخر لبني آدم لينا احنا ومفتاح التحكم فيه عقلك الباطن ظنك بربك ظنك بربك. طيب انت هنا في الحلقة دي هتتعلم ازاي تتعايش بالاستغفار العميق مش بس تنفذ جلسة اخر الليل زي جلسات اللي موجودة على المؤسسة تتعايش بالاستغفار العميق فتضمن. وانا اتحدى اللي بيسمع الحلقة دلوقتي مهما كان الوقت اللي انت بتسمعني فيه ممكن تسجل التاريخ وتيجي بعد عام بالظبط ادخل اكتب في نفس التاريخ اكتب تعليقك انت كنت فين وبقيت فين كنت فين في الكون دلوقتي وانت بتسمعني وبعد سنة بالظبط انت بقيت فين في الكون وهل الكون اصبح مسخر ليك ولا لا مالك زاد ولا لا الصحة زادت ولا لا البركة في حياتك زادت ولا لا كل حاجة اتغيرت في حياتك ولا لا. سحر سحر سحر. هتتعايش بالاستغفار العميق. يعني ايه هتعايش بالاستغفار العميق؟ ربنا على لسان سيدنا نوح بيقول بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقر الاخره. طيب يعني الاستغفار معاه مال معاه بنين معاه جنه معاه متعه معاه كل حاجه يعني كل حاجه انت عايزها مع الاستغفار بتحصل بتتحقق. طيب بس مش الاستغفار وده انا بعيد الكلام ده تاني الناس اللي خدت على الجلسات ممكن تكون سمعت الكلام ده قبل كده بس المره دي مختلف. المره دي انا بس بوضح عشان لو حد بيسمعنا لاول مره ولكن انت هتتعايش بيه مش هتنفذ جلسه يعني. فتبتدي انك تستغفر بس مش استغفار اللي هو استغفر الله استغفر الله استغفر الله وقالك مش حاضر وقلبك مش حاضر. استغفارك ده بيحتاج لاستغفار على طول يعني انت اول ما تفهم الاستغفار الحقيقي لازم تستغفر على استغفارك القديم ده. الاستغفار هو ايه؟ الاستغفار هو الاستغفار العميق في جلسة اسمها جلسة الاستغفار العميق للرزق والمال موجودة على قناة المؤسسة تقدر تجيبها وتسمعها وتنفذها وتشوف السحر اللي فيها. طيب جبتها يا سواح. طيب في جلسة الاستغفار العميق للصحة والقوة واوا لو عندك مرض لو عندك اي حاجة تقدر تجيبها وتسمعها وتشوف السحر الحلال اللي فيها. طيب جبتها يا سواح كده انت تعلمت الطريقين تعلمت طريق الاستغفار بقي لك التعايش. يعني ايه تعايش؟ يعني وانا بغسل ايدي بغسلها بنية ان الذنوب بتقع من بين صوابعي الان لو غسلت ايدي 100 مرة في اليوم وبتخيل ان اول ما غسلت ايدي ودلكتها ببطء اتخيل ان الذنوب وقعت منها
وان ايدي بدات تشع نور، النور داخل على كل جسمي باسترخاء. وانت في المسجد بتتوضا او انت في البيت بتغسل ايدك او بتتوضا في اي وضع بتغسل فيه ايدك، تتخيل ده. وانت بتاخد دش، داخل تاخد شاور كده، واول ما الميه بتنزل على جسمك من راسك ونازله على جسمك كله، بتتخيل وهي نازله بتاخد كل الذنوب معاها وتنزلها وتخرجها من جسمك، وان الهاله المحيطه حواليك بتنور ببطء. فكل ما الميه تنزل وكل ما انت بتدلك في جسمك، كل ما الهاله بتنور ببطء، فكل ما تدلك في جسمك الهاله تنور اكتر تنور اكتر، فتحس ان الذنوب وقعت منك. طيب هو ده ينفع يا سواح؟ ينفع جدا، ينفع جدا. ده انت وضوءك اصلا عشان يغسل ذنوبك، ده وضوءك اصلا وتدليكك للاصابع والمعصم واليد والراس، كل جزء هنا هو فيه جزء مركز طاقه. نفذ، مش هتخسر حاجه، صح؟ مش هتخسر حاجه، انت فقط هتحدد النيه. هتشوف بعقلك الباطن هنا ان ذنوبك بتقع منك وانت بتغسل ايدك، هتشوف بعقلك الباطن ان ذنوبك بتقع منك وانت بتاخد دش. هتشوف ده بعقلك الباطن، مهما كانت ذنوبك، مهما كانت ذنوبك. كلنا على فكره ما حدش فينا نبي، ما حدش فينا قديس، كلنا بنخطئ وكلنا بنعمل ذنوب. مهما كانت ذنوبك، نفذ وشوف، نفذ وشوف، عيش بيه، عيش بالاستغفار. تعالى وانت بتاكل شيء حلال، شيء طيب، شيء حلال طيب، ده مش معناه ان هو يعني جاي من حلال او الكلام ده، مش اقصد كده. اقصد حلال طيب يعني هو حلال طيب لجسمك، مش بيضر جسمك. ما هو اي اكل فيه ضرر للجسم هو اصبح حرام، مش بس الاكل الحرام اللي انه جاي من فلوس حرام، لا لا لا. اي اكل فيه ضرر لجسمك، اي اكل نقول تاني فيه ضرر لجسمك فهو حرام، فهو حرام. فلما يكون اكل حلال يعني مفيش ضرر لجسمك، تعالى تخيله كده وامسك الحاجه اللي انت تاكلها واستغفر عليها، يعني قربها من فمك واستغفر. ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. وتخيل ان هي بتتشحن طاقه مغفره، فاول ما هتاكلها هي طبعا بتتفاعل جوه جسمك في معدتك وبتتمد الجسم كله بطاقه، الطاقه كلها طاقه مغفره، فهتفتت كل الذنوب اللي في جسمك وتخرج. عشان بعد كده لما تيجي تاخد دش، تيجي تغسل ايدك، تيجي تغسل رجلك، تدلك في رجلك، تلاقي الذنوب بتخرج منك وطاقتك بتشع وتشع وتشع. عيش بالاستغفار، عيش بالاستغفار. رايح شغلك ركبت عربيتك، رايح مشوار ركبت عربيتك، اول ما تركب عربيتك وبتدور العربيه، ركز في طريقك مع النفس، انك بتاخد نفس من بطنك، وكل ما تتنفس تتخيل ان النفس ده هو داخل بيكسر في الذنوب، بيكسر في الهاله المحيطه، كل الحواجز الموجوده بيكسر فيها. فاول ما بتخرج النفس بيخرج معاه كل الذنوب، فالهاله المحيطه بتنور. الهاله المحيطه لما بتنور في عقلك الباطن، معناها ان كل اللي انت تمنيته بيحصل، معناها ان كل احلامك هتتحقق، معناها ان دعائك هيستجاب، معناها ان انت قربت توصل. بس فقط خليك مدمن ده، عيش بده، عيش بالاستغفار، تعايش بيه. طيب انا سواح نفذت ده، انا فهمت فكره الاستغفار العميق، سمعت الجلسه اللي على اليوتيوب بتاعت المال، وسمعت الجلسه بتاعت الصحه، ونفذت الاثنين، وفهمت يعني استغفار عميق، وبدات اتعايش بيه. بعد كده ايه اللي انا محتاجه؟ انت مش محتاج اي حاجه تاني، مش محتاج اي حاجه تاني، لانه اصلا هتلاقي هنا الطريق بيتفتح لك، البوابات بتتفتح، وبوابات ربنا ما لهاش بواب، ما لهاش حراسه، مفتوحه لك، بس انت قرب. هتفتح لك للعلم، هتفتح لك للطاقه، هتفتح لك لاكتساب كل اجابه، هتفتح لك، هيتفتح لك انك انت تفهم اكتر، هيتفتح لك لدرجة انك هتلاقي نفسك من كتر الايجابية كل حاجة بتفكر فيها ايجابية، خلاص بقيت عن التفكير السلبي، فبالتالي كل حاجة بتركز عليها تزداد وتكسر، فكل اللي هيزداد ويكسر في حياتك هو كل شيء ايجابي من مال وصحة ورزق وبركة. نفذ. والله الذي لا اله الا هو، كل من هيسمع الحلقة دي وياخد القرار انه هيتعايش بالاستغفار العميق، يسجل التاريخ. اتحدى، انا ممكن اقول لك شهر وهي النتيجه بتظهر في ايام وفي اسابيع وفي شهور، انا بقول لك عام. يعني انت لو سمعت الحلقه دي يوم مثلا 10/6 اللي هو التاريخ اللي انا بسجل فيه الحلقه، 10/6/2018، يبقى 10/6/2019 و19 ادخل قول انا تعايشت بالاستغفار وما بقتش او ما اتنقلتش نقله
فوق 100%، يعني اتغيرت من اقصى طريق لاقصى طريق اخر بفضل الله في متعة وصحة ورزق. اقسم بلا اله الا الله، اعتزل تماما وابتعد، اعتكف اعتكاف دائم، اهرب منكم واطلع اعترف. انا ليه بقول كده؟ انا بقول كده طبعا يا الفضل مش لسواح ولا المؤسسه ولا لفلان ولا لفلان، ده هو ربنا اللي خلق لك ده اصلا، ده ربنا اللي قال لك استغفر، ده ربنا اللي عداك الحلول، ده ربنا اللي قال لك ان ده طوق النجاه، ربنا اللي وضح لك ده. بس لما اجي اتكلم انه ربنا لما بيوضح لك ده لازم تعيشه ومش لازم تردده، واجي اتكلم في تعايش، فكانت ناس تطلع تقول لي انت مش هتحرف. ما تحرفش، هو الاستغفار خلاص، استغفار رب اغفر لي او استغفر الله العظيم كده انا استغفرت. لا طبعا، فده اللي بيخليني بتحدى، ده اللي بيخليني بتحدى. الاقي ناس تقول لك الاستغفار العدد، يعني استغفرت مش عارف كم مره وحسبتهم على الورقه، بتحسب ايه؟ تحسب ايه؟ عمر ما كان الاستغفار او تعامل مع ربنا بالعدد، استحاله. تعامل مع ربنا بالقلب والحب والروح، التعامل مع ربنا مع اللي خلقنا بالقلب والحب والروح، بقلبك بروحك اللي هي منه. لكن بالعدد، يعني كنت اديت مثال قبل كده، قلت والدك انت مثلا اخطأت، او والدك انت اخطأت وهو زعلان منك، فانت عايز ترضيه، فتروح تقول له انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف كده كام؟ 500؟ لا نص كمان 500، انا اسف انا اسف انا اسف كده 1000. خلاص كده تمام، هيعمل فيك ايه؟ روح اقف قدام والدك كده قول له انا اسف انا اسف، وطبعا لله المثل الاعلى، مفيش تشبيه هنا، انا بديك حاجه عقلك يقبلها. انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف هيقول لك يعني، او على الاقل يعني هيكون فيها مد ايد على طول، تمام. لكن لما تروح تقول له انا اسف وفعلا تبين له قد ايه ان انت متاسف وان انت زعلان وان انت حاسس بخطأك ومعترف بيه، فتقول له انا اسف انا بعترف بالغلط ده ومش هكرره، وتكلمه فعلا بانصياع وبطاعه، هيرضى عنك وهيرضيك، ده ابوك، ما بالك بربك ورب ابوك. شغل الدجل وانا اسف انا اسف انا اسف انا اسف، اللي هو استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، استغفر الله بيفكر يا ترى مراتي دلوقتي بتعمل ايه، استغفر الله بيفكر يا ترى الولد راح زي ما انا قلت له ولا لا، استغفر الله بيفكر البنت فلانه والولد مش عارف مين، وهجيب ايه وهشتري ايه وهودي مين، وهو قلبه وعقله مش مع ربه اصلا، لسانه فقط، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. شيطانه مشجعه على كده عشان يرضيه، عشان يسكن ضميره ويسكن قلبه ويسكن عقله ويحس ان هو بيحسن صنعا. تعايش بالاستغفار وشوف النتيجة، وشوف النتيجة، وشوف النتيجة اللي هتخليك تبقى مدمن انك تتعايش بيه. ما تنساش قبل ما تطلع من الحلقة، اضمن ان عشان يوصلك كل جديد بنعمله، انك تقدر تشترك في قناة مؤسسة نظام الطاقي، وانك لو عجبتك الحلقة شير لغيرك، ادعي غيرك انه يشاهدها. ما تنساش تعمل بحث على الحلقتين اللي قلنا عليهم، جلسة الاستغفار العميق لزيادة الرزق والمال، وجلسة الاستغفار العميق للصحة والقوة، او حاجة زي كده، تمام. تنساش لايك، تنسى الشير للغير زي ما قلت، ده غيرك يشاهد. كمان فعل خاصية الجرس اللي هي موجودة في القناة عشان تضمن انه يوصلك اي جديد ننزله على قناة مؤسسة النظام الطاقي. تقدر تتواصل معانا عن طريق واتساب على الرقم اللي ظاهر امامك على الشاشة الان، 002-012-11-22-085. تتواصل معانا لاي استشارة او لأي، كان هناك رغبة في الحصول على أي كورس من كورسات المؤسسة أو أي منتج من منتجات الطاقة. كان معكم سواح، هيكون في بيننا حلقات كتير جاية إن شاء الله، ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله.